عشر سنوات على ثورة 30 يونيو تحققت فيها الأحلام المستحيلة. طفرة في المستشفيات، لم يعد الداخل للمستشفيات الحكومية مفقودة، لم يعد العلاج على نفقة الدولة سرباً يجري خلفه الفقراء. نفذ الرئيس السيسي وعده للمصريين بأن صحتهم ورعايتها ستكون على رأس أولوياته. كانت فكرة استعادة كفاءة المستشفيات القديمة مستحيلة، لكن المصريين فعلوها وبدأوا في 2014 تحقيق المستحيل، ولازالت الأعمال تجري حتى الآن بعد تنفيذ 1139 مشروعاً لإنشاء وتطوير المستشفيات بتكلفة 27.6 مليار جنيه. الآن بإمكان المصريين أن يتلقوا الخدمات الطبية والوقائية في أكثر من 2000 مستشفى. حتى في القرى البعيدة أصبح بإمكان أهلها الطيبين أن يتلقوا الخدمة في 5421 وحدة ومركزاً للرعاية الأولية. انتهت معاناة مرضى الغسيل الكلوي في أغلب محافظات مصر بعد أن زادت مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 120.2%، وزادت المستشفيات الجامعية مثلما زادت حضانات الأطفال وأسرة الرعاية المركزة وعدد سيارات الإسعاف. هذا الجهد المتواصل والمستمر رفع متوسط عمر المصريين إلى 74 سنة. بجد أنا شفت منظومة ما تخيلش إني أشوفها، والله شفت حاجة أنا ما تخيلش إن المستشفيات الحكومية المصرية فيها الخدمة دي. ده إيه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ده إيه اللي بيعمله معايا ده؟ بجد بجد الراجل ده خايف على أهل البلد دي.